السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم متابعينا الكرام متابعين موقع بصراحه الاخباري. معكم شيماء حيدر، محرره صحفيه بالموقع بالفيوم. الان ومن امام مشرحه مستشفى الفيوم العام وانتظار خروج جثمان الشاب احمد سيد عبد العليم 21 الذي يبلغ من العمر 21 سنه، تحول حفل زفاف في منطقة أحافة بمدينة الفيوم التابعة لدائرة ونطاق قسم شرطة أول الفيوم إلى ما يشبه المأتم بعدما أصاب عيار ناري بالخطأ شابا وأرادوا سريعا وتوفى في الحال، وقد فارق الحياة فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام والتحفظ في اسم شرطة الفيوم، وتم ضبط المتهم بإطلاق العيار الناري الذي تسبب في وفاة الشاب. طبعا مصرع شاب بطلق ناري بالفيوم تلقى اللواء ثروة المحلاوي مدير أمن الفيوم اختارا من العميد محمد فؤاد مأمور اسم شرطة أول الفيوم، يفيد لا إله إلا الله وحده لا إله إلا إليه راجعون، لا إله إلا الله وحده لا إله إلا إليه راجعون، لا إله إلا الله وحده لا إله إلا طبعا الفرح تحول إلى ميتم، وعلى الفور انتقلت الإجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد السوهاجي وبمرافقة معاون مباحث الرائد محمد عبد الناصر. تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المجني عليها التي أودت بحياته أثناء حضور حفل زفاف شقيق أحد أصدقائه في حي أحافة التابعة لدائرة قسم شرطة الفيوم، إذ أطلق أحد الأشخاص عيارا ناريا فيه من فرد خرطوش كان بحوزته إصابة الشاب مما أدى بوفاته في الحال. طبعا المدعو أحمد 21 عاما جرى ضبطه والتحفظ على السلاح الذي كان بحوزته وتحرر عن ذلك المحضر بالعرض على جهاد التحقق، صرحت بدفن جثة المتوفي عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وطلبت حرية المباحث حول الواقع وملابستها وكيفية حدوثها. طبعا الآن ومن أمام مشرحة مستشفى الفيوم العام وانتظار خروج جثمان الشاب أحمد سيد عبد العليم يبلغ من العمر 21 عام، تحول حفل زفاف في منطقة أحافة بمدينة الفيوم التابعة لدائرة ونطاق قسم شرطة أول الفيوم إلى ما يشبه الميتم بعدما أصاب عيار ناري بالخطأ شابا وأرادوا سريعا توفى في الحال، وقد فارق الحياة فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام والتحفظ عليها تحت تصرف جهاد التحقيق في قسم شرطة الفيوم، وتم ضبط المتهم بإطلاق العيار الناري الذي تسبب في وفاة الشاب. طبعا مصرع الشاب بطلق ناري بالفيوم تلقى اللواء ثروة المحلاوي مدير أمن الفيوم اختارا من العميد محمد فؤاد مأمور
مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بمصرع الشاب يدعى أحمد سيد عبد العليم 21 عاما مقيم في حي حافة بمحافظة الفيوم. طبعا جثة هامدة جرى إصابته بطلقة خرطوش في الوجه. طبعا الفرح تحول إلى مأتم زي ما انتم شايفين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الفور انتقلت الإجازة الأمنية باسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد السهاجي وبمرافقة معاون مباحث الرائد محمد عبد الناصر. تبين من تحريات الأولية حدوث إصابة المجني عليه التي أودت بحياته أثناء حضوره حفل زفاف شقيق أحد أصدقائه في حي أحافة التابعة لدائرة قسم شرطة الفيوم، إذ أطلق أحد الأشخاص عيارا ناريا من فرد خرطوش كان بحوزته إصابة الشاب مما أودي بوفاته في الحال. وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو أحمد 21 عاما جرى ضبطه والتحفظ على السلاح الذي كان بحوزته وتحرر عن ذلك المحضر بالعرض على الجهات والتحقيق. صرحت بدفن طبعا جثة المتوفي عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وكيفية حدوثها. إن لله وإنا إليه راجعون. الآن ومن أمام مشرحة مستشفى الفيوم العام وانتظار خروج جثمان الشاب أحمد سيد عبد العليم 21 سنة الذي أصيب بطلق ناري في أحد طبعا حفل الزفاف تحول إلى مأتم بعد في منطقة أحافة مدينة الفيوم التابعة لدائرة ونطاق قسم شرطة أول الفيوم إلى ما يشبه المأتم بعدما أصاب عيار ناري بالخطأ شابا وأراده سريعا وتوفى بالحال وقد فارق الحياة فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في اسم شرطة الفيوم وتم ضبط المتهم بإطلاق العيار الناري الذي تسبب في وفاة الشاب. إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا لكم متابعينا الكرام، كانت معكم شيماء حيدر، انتظرونا في لايف آخر وإلى اللقاء.